السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصراوي الكرام في كل مكان، معكم في لايف جديد نرصد لكم فرحة مزارعي مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء بحصاد أو بدء موسم حصاد العنب الأحمر. العناقيد الحمراء زينت صحراء محافظة جنوب سيناء مع بدء أو انطلاق موسم الحصاد، وسط فرحة المزارعين بزيادة الإنتاج للفدان وجودته مقارنة بالعام السابق. وكان قد قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء أن إجمالي مساحة الأراضي التي يجري زراعتها بالعنب توصلت إلى 337 فدان و17 إراض. المزارع تكتسح صحراء جنوب سيناء عاما بعد الآخر، ويبدأ التنوع في زراعة كافة المحاصيل المختلفة التي تجود زراعتها على أرض المحافظة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك موقع مصراوي، هتقول لنا بقى احنا ليه هنا بنبدأ عندنا الموسم مبكر جدا في حصاد القمح؟ احنا عشان خاطر هنا طبيعي درجة الحرارة بتختلف عن أي مكان تاني في محافظات القاهرة كعامة. جنوب هنا بتتميز بالجو بتاعها والحرارة بتاعتها العالية، فبتجيب معانا الحاجة تخلي الطرح يجي معانا بدري السمر. طيب انت حضرتك منين؟ انا من الاسماعيليه. من الاسماعيليه. طب ايه رايك في التربه هنا في جنوب سيناء؟ هل هي صالحه لزراعه كافه المحاصيل الزراعيه؟ وليه العنب بتجود زراعته هنا تحديدا في الـ في الـ في, الـ في المحافظه هنا؟ اللهم صل على النبي، الاراضي هنا طبيعي تستمتع باعلى تربه في الخصوبه لاي مكان في العالم. جميع العناصر موجوده في التربه دي تصلح لجميع انواع الزراعه. طيب العنب ده هل هو اورجانيك زي ما بيقولوا ان هو؟ انتم ما بتضيفلوش، ما بترشوش، ما بتدوش اي كيماويات، اي ما كلام من ده؟ ده كله اورجانيك طبيعي 100%. احنا لما بيجي على الطرح بيبقى شايل معانا قد الطرح اللي فيه ده مرتين ثلاثه، فاحنا بنقصر الطرح بتاعه زي كده يعني، بنخف الحمل من على التكعيبه. ما انا شايفه ان في لسه عنب لسه صغير، حجمه صغير ولسه اخضر. هل ده الموسم الاول ده بيبدا بالوش الاول؟ يعني بتجمعه وش اول وبعدين ترجع؟ ده الوش الاول. ده التجريحه الاولانيه. اسمها التجريحه. ايوه دي التجريحه الاولانيه. بعد كده بقى بنخش ايه التجريحه الثانيه والثالثه وزي كده. بتفضلوا ايه نوع العنب ده؟ نوع العنب ده ايه؟ نوع العنب ده بناتي. بناتي؟ بناتي من الاحمر. بناتي احمر. طيب ده بيتاخد كام وش؟ ده بيتاخد اربع وشوش او خمس. اربع وشوش او خمس. يعني بيتجمع على اربع مراحل او اربع مرات. اربع مرات يعني. كل ما العنب كل ما اما العنب يطيب بتجمعوه بننقي منه طبيعي. انما لو ادينا رش او حاجات من الثانيه فتلاقي ده كل هيته واخد لون واحد، كله واحد، ما تلاقيش معانا مثلا اخضر، ليش معانا ملون زي كده لسه، ما تلاقيش الكلام ده كله، هتلاقي العنقود كله هيته الزرع كله لونه موحد. لو هو واخد كيماويات. لو واخد كيماويات او واخد اي هرمونات. انما الحاجه صلاه النبي، حاجه طبيعي على طبيعتها. ما فيش يعني كله على الطبيعه. طيب لو هنتكلم بقى عن الاعتناء بالعنب النباتي، انا اول مره اعرف ان في عنب نباتي. ده سبريو ولا مؤاخذة يعني؟ ده سبريو احمر. مش بنات. احمر. لا مش بنات. ايوه ده سبريو احمر. طيب بتعتنوا بيه ازاي؟ يعني بتبدا مرحله العنايه بالعنب ده ازاي؟ من اول شهر ايه مثلا؟ ده معانا بعد من شهر مشير نبتدي القصاصه بتاعته وتنظيف الشجر وكله. القصاصه دي يعني خف الطروح، خف الفروع الناشفه. الفروع كده كده تنظيف بحيث ان احنا نوصل معانا التكعيبه للمرحله اللي انت شايفها دي معانا. كل ما يعني ايه يجي خيرها زي كده توصل معانا. طب اول ما بيبدا بقى عمليه ان هو يورق وبعد كده يظهر، هل بيبقى في خطوات بتقوموا بها بعد كده؟ طبعا يعني بنديله مثلا تسميده عناصر خفيفه زي كده، ممكن ياخد له
رشة مغذي بسيطة زي كده تغذي معانا الشجرة. احنا اللي كله بندور عليه بنغذي الشجرة، ليه؟ اللي في الشجرة بتشيل معانا زيادة عن طاقتها، فالحاجة ما بتحمل زيادة عن اللازم، لازم نديها أي حاجة تقوي معانا. طب هل لما انتوا بتلاقوا الشجرة طرحة زيادة عن طاقتها بتخفوا الطرح بتاعها او بتخفوا؟ لازم نخف. وبالنسبة للورق بقى، يعني بتشيلوا بقى الورق اللي زانق اللي على لا العنقود؟ الورق ده مرحلة، في أول مرحلة خالص قبل ناخد التزهير. الورقة والعود اللي هو إيه؟ يابس، اللي نشف من التكعيبة خالص، عشان ما نشيل يبوظش ما يضربش العنقود. عشان ما يبوظش إيه، ونخلي التكعيبة تجيب معانا طرح تاني للسنة اللي بعديها. لما بتيجي معانا مرحلة الطرح تاني فبناخد بقى إيه؟ بنخف إحنا ليه الطرح بتاعها، بنقصصه. تمام. كما تشاهدون أعزائي، شكرا. كما تشاهدون أعزائي مشاهدي ومتابعي مصراوي الكرام، فرحة عارمة في مع بين مزارعي جنوب سيناء مع انطلاق بدء أو بدء موسم حصاد محصول العنب بعناقيد الحمراء التي زينت صحراء جنوب سيناء. كما تشاهدون العنب أورجانيك بالكامل، عشان كده هم نلاحظ ان العناقيد كلها ما بتندقش مع بعضها زي ما هو قال لنا، فعشان ده دليل على ان المحصول هنا اورجانيك، لان هو قال لو احنا رشينا او زودنا مبيدات لها كل العناقيد هتطيب مع بعض في وقت واحد. هو ولا مؤاخذة واخد مني، أنا كنت امبارح واخد 100 جنيه يجيب لي علبتين شجاير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هتقول لنا بقى حضرتك مين؟ أنا أبو روح الجزار. أهلا بحضرتك. هتقول لنا بقى يعني المحصول العنب هنا ده بينضج في أول حاجة في جنوب سيناء. طبعا اول محافظه بقى يعني بالنسبه لمحافظات مصر كلها اول محافظه بينضج بيها فيها محصول العنب، عشان درجه الحراره شديده، درجه الحراره فبتسوي المحصول بدري، ومش التربه بس، يعني مش درجه الحراره والتربه مثلا، التربه كمان هنا بتجود في زراعه العنب. عشان الحراره هنا بتيجي بدري والتربه هنا حلوه، كويسه، ارض بكر حلوه جنوب سيناء. جنوب سيناء. طب بالنسبه للميه بقى، يعني هل هي هنتكلم بقى عن مصدر الميه، هل هو مناسب هنا او درجه الملوحه فيها ده في مشاكل عليها هنا محللينها؟ بس هنا بقى يعني اليومين دول بتوع الكهرباء بيجوا يقطعوا الكهرباء عشان الناس تركب عدادات، فطبعا المحصول متكلف والناس جايبه قروض من البنك وربنا اعلم بيه عشان تطلع المحصول زي كده، فطبعا لما مش يشرب يوم ولا اتنين درجه الحراره شديده بتبوظ الشجره هنا. الابار مرتبطه بالكهرباء طبعا، فدي بيبهدل الدنيا يعني. بالنسبه للمزارعين اللي هنا على مستوى الطول كله بيشتكي من القصه دي، فطبعا اللي هم عاوزين يعملوه بس الشجره دي بيشيلها دعوه، دي عامله زي العيل الصغير اللي احنا مربينه زي ولادنا. صح صح. لما تيجي هي بتموت انت بتموت عيالي، ومش هينفع الكلام ده خالص. طب بالنسبة لإنتاجية الفدان هنا أو المحصول أو يعني جودة وإنتاجية الفدان مناسبة للتكلفة بتاع سعر سعر التكلفة بتاعتها؟ ما هي التكلفة بتبقى شديدة هنا. يعني التكلفة شديدة بس المحصول بيرمي وسعره بيبقى عالي، لأن يعني أنا أقصد إن هو بيغطي التكلفة طبعًا. ما شاء الله. طبعًا. طب الإنتاجية كل سنة بتبقى زيادة لا عن اللي قبلها؟ سنة عن سنة. مع الخدمة بتاعة الأرض سنة عن سنة. ليه بقى؟ علشان الشجرة نفسها بتنضج ولا علشان جودة الأرض والشجرة بتكبر وبتطلع محصول؟ الشجره بتاخد خدمه. تمام. طب انتوا هنا بتطلعوا الكيلو هنا طبعا بالجمله صح؟ بتطلعوه بالجمله بكام؟ هي من 35 ل 25 جمله 25 25 ل 35 لان ده درجه اولى زي المتغطي بالظبط، ده درجه اولى عشان هو اورجانيك اصلا. يعني ما خالي من اي مواد. الله ينور عليك. ده يصلح للتصدير؟ يحصل للتصدير ان شاء الله اكيد. ما هو مش واخد ولا واخد هرمونات ولا واخد اي حاجه، دي طبيعي. هو طبيعي. ليه بقى؟ لان انا فلاح على فكره، فهو لو انتم مدينه اصلا اي هرمونات او مبيدات كان كل العناقيد كلها خدت مع هرمونات. درجه الحراره كانت باظت. اه لكن ده كله طبيعي زي ما شكرا. ماشي.
كما تشاهدون أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصراوي الكرام، رصدنا لكم فرحة مزارعي جنوب سيناء ببدء موسم حصاد العنب في المحافظة، وتعد محافظة جنوب سيناء أولى محافظات مصر في جني أو بدء حصاد محصول العنب على مستوى الجمهورية.